عودة جديدة إلى العراق، والآن إلى الإهمال الصحي الذي على ما يبدو أصبح نمط حياة معمولا به في كثير من المستشفيات العراقية. أحد الآباء يشكو إهمال أحد المشافي، وكيف أثر أطباء هذا المشفى على سلامة ولده الذي كسرت ساقه؟ نتابع معا. هذا أبو الفضل ابني كسرت رجله اليمنى، هاي مكسورة، وطول الدكتور صبوا له هاي وعافوا هاي المكسور، هاي مستشفى الشوادر. ماشي، هاي الدكاترة مال مستشفى الشوادر، هاي المكسورة صبوا له هاي وعافوا له هاي. جيت للبيت ما وعد، يلا فقدت بيه. هاي مستشفى الشوادر الدكاترة مالتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الإنسان في مثل هذا الموقف يحتار، هل يضحك من جهل وإهمال هؤلاء الأطباء، أم يحزن على حال هذا الطفل؟ يتركون قدمه المكسورة ويقومون بجبر قدمه غير المكسورة، يعني فوق الألم الذي فيه تسببوا له بألم إضافي وأكبر. للأسف، أين الأشعة؟ أين الأطباء المتخصصون؟ أين من يتفقد ويتحقق من الحالة كما يجب؟ لا قم بجبر هذا القدم دون أن تتحقق من إذا ما كان هو القدم المصاب، أو أنك تليته بإصابة جديدة. للأسف، وإن من المأساة ما يجبرك على الضحك غما وليس ضحك من قبيل السعادة.